السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمناقشه ازمه ميناء الحديده، وايضا تصريح رئيس اللجنه العليا للاغاثه عبد الرقيب فتح حول احتجاز الميليشيا لمواد نفطيه واغاثيه في الميناء. إذن أدان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح استمرار ميليشيا الحوثي في استخدام ميناء الحديدة بشكل غير قانوني لمضاعفة معاناة الشعب. ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي، دعاها إلى ممارسة كافة الضغوطات على الميليشيا للإفراج عن المشتقات النفطية وإيقاف التدخل في الشأن الإغاثي والإنساني. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: إلى متى ستستمر أزمة ميناء الحديدة؟ وماذا يمكن للحكومة فعله لتخليص الميناء من سيطرة الميليشيا؟ وكيف للميليشيا أن تندد بالحصار على اليمن بينما تمارسه على اليمنيين في مناطق سيطرتها؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ مع ضيوفنا. تستمر ميليشيا الحوثي في استخدام ميناء الحديدة بطريقة غير قانونية لتضاعف معاناة الشعب اليمني، حيث أنها وخلال 3 سنوات من انقلابها على الدولة وسيطرتها على الميناء، وهي تكرس جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الإغاثية والتجارية. الحكومة وبشكل متكرر تدين هذه الأعمال وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا لتسهيل دخول المشتقات النفطية والمواد والسلع التجارية والمعونات. آخر هذه الإدانات كانت على لسان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح بعد أن منعت الميليشيا إفراغ نحو 12 طن من الديزل و85 ألف من البترول رغم السماح بدخولها من قيادات التحالف. مسؤولون في الحكومة والتحالف العربي كانوا قد أدانوا في وقت سابق احتجاز ميليشيا الحوثي أكثر من 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية في ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، رغم عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن. الدعوات المشتركة للحكومة الشرعية والتحالف للمجتمع الدولي بالإشراف على الميناء لم تلقى استجابة، الأمر الذي جعل الميناء إحدى الوسائل التي تقوم الميليشيا من خلالها بتهريب الأسلحة إلى الداخل وابتزاز التجار بحسب تصريحات رسمية. هذا الجمود في تحييد الميناء ومحاولة استخدامه للأغراض التجارية والإنسانية يعقد من التوصل إلى حل يضمن وصول المساعدات والسلع التجارية للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة. إذن نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ، وأرحب أيضا من عدن منسق ائتلاف الإغاثة في اليمن السيد جمال بلفقيه. أبدأ معك سيد سيادة الوكيل نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، مساء الخير. مساء النور وأهلا بكم وأهلا بقناة بلقيس وجميع الأخوة الزملاء لديكم. أهلا بك سيادة الوكيل، يعني نتحدث اليوم عن أزمة ميناء الحديدة، هذه الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة. يعني هناك تصريح لوكيل أو لسيد عبد الرقيب فتح بمسألة احتجاز ناقلات النفط وأيضا الإغاثة في هذا الميناء. نتساءل هنا إلى متى ستستمر مشكلة ميناء الحديدة؟ يجب أن نكون في هذا الأمر أكثر وضوحا. هناك جهات دولية يبدو أنها تستمرئ استمرار هذا الميناء كشريان حياة للميليشيات، أو تقوم بتدعيم الميليشيات من خلال الضغط لبقاء هذا الميناء في خدمة هؤلاء. تحدثنا طويلا في كثير من المحافل الدولية وخصوصا في لقاءاتنا مع سفراء الدول ال 18 في لقاءاتنا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وفي أكثر من ملتقى، تحدثنا حول هذا الأمر. قلنا أننا لا يوجد لدينا أي مانع في استمرارية الميناء، ولكن على أن يكون تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة كهيئة دولية تضمن عدم استمرارية التهريب عبر هذا الميناء، تضمن عملية إيقاف إدخال مثل المتفجرات والألغام البحرية، تضمن عدم الاستيلاء على المساعدات والمواد الإغاثية، تضمن عملية أن تكون الجمارك التي توضع على المواد الغذائية وغيرها لا تذهب إلى أيدي هؤلاء، لأنها في الأخير لا تتحول إلا إلى مجهود حربي أو دعم للمجهود الحربي. نحن نقول أن الضغط الذي تم من أجل إدخال 4 رافعات إلى الميناء لغرض تحسين وضع الميناء، كان هناك
احيانا مواقف لا نفهم مدى التشدد فيها بهذا الشكل. مثلا الحديث عن ان ميناء الحديده هو اعلى جاهزيه من ميناء عدن، وهو ما يتنافى تماما مع الواقع ومع المنطقه. يعني الجميع اليمنيين يعلمون ان عدن هي العاصمه الاقتصاديه منذ عام 1990، وبالتالي ميناء عدن مهيئ بشكل كبير جدا. نحن نقول الان انه اصبح لم يعد امامنا الا احد حلين، اما ان تسرع قوات الجيش الوطني في تحرير استكمال تحرير الساحل الغربي وعلى راسه مدينه الحديده كاساس يعني كميناء، بحيث نقطع هذا الشريان ونضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بالفعل. أيضا الشكل الآخر هو أن تكون هناك استجابة من الهيئات الدولية لأن يكون الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة. نعم سيادة الوكيل، تكرم بالبقاء معي. أذهب لضيفي الآخر منسق ائتلاف الإغاثة في اليمن السيد جمال بلفقي. سيد جمال مساء الخير. اهلا بك سيد جمال. يعني نتحدث اليوم عن أزمة ميناء الحديدة، ولعلك يعني تابعت تصريح رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية الوزير عبد الرقيب فتح، يعني تحدث عن احتجاز شحنات لناقلات النفط في ميناء الحديدة، وأيضا احتجاز للمواد الإغاثية الواصلة من قبل يعني الواصلة إلى الميناء احتجازها من قبل ميليشيا الحوثي. يعني كيف تعلق على تصريحات الوزير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحقيقة أن احتجاز سفينة النفط حوالي 19 سفينة من قبل الحوثيين هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا وجدنا الصمت الدولي حيال هذا الموضوع. عندما نحن نتكلم على 19 سفينة اللي هي موجودة في الغاطس في ميناء الحديدة ولم يسمح لها بالدخول إلا بطريقة معينة، هي تريدها تتصرف الحوثي بطريقتها لتقديمها لعملية المجهود الحربي. كذلك الإغاثات الموجودة طبعا قبل 65 سفينة، طبعا تصريح وزير الإدارة المحلية هو دائما يستغرب صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الذي تقوم به الحوثيين، سواء كان بزرع الأغام في المين في البحر الأحمر، إعادة السفن الموجودة، إعادة الإغاثة الموجودة حتى عن طريق التاتي عن طريق الطرق المؤديه الى المناطق التي تعتدى لهم. فطبعا وزير الاداره المحليه عندما اعلن لا مركزيه في العمل الاغاثي انما من اجل تسهيل الوصول للاغاثه ان توصل الى المناطق التي تحت سيطره الحوثي وعده اماكن وعده طريق، وما فتح ميناء عدن و17 مرفق وكذلك منفذ الخضره الا الايصال للعمل الاغاثي بطرق لا بحيث لا توجد الميناء. لكن وجود الميناء وهو شريان الحياه يجب المجتمع الدولي ان يسلمها للسلطه المحليه للحكومه الشرعيه او يقوموا هم بادارتها بحيث انه لا يسمحوا للحوثيين استخدامها للجانب العسكري والجانب الحربي. نعم، لكن يا سيد جمال يعني الاصرار من قبل المجتمع الدولي على بقاء هذا الميناء رغم جاهزيه يعني تاكيد الجهات الحكوميه المشرفه على الميناء جاهزيه ميناء عدن لاستقبال الإغاثة، يعني ما تفسير هذا الـ يعني الإصرار على بقاء ميناء الحديدة رغم أن المحافظة يعني باتت مسرح عمليات عسكرية، يعني لا تعد المحافظة أكثر أمانا من بقية المحافظات، لماذا هذا الإصرار؟ الإصرار لأن القائمين في العمل الإنساني بالنسبة في الأمم المتحدة في مصر في صنعاء وهي مراكزها الرئيسية هي طبعا هم موجودين الحوثيين هم ماسكينها، وهذه العمليه الموجوده هم اللي يصدروا التقارير وهم اللي يمنعون ان تقوم الامم المتحده بعمل اي شيء بالتقارير المغلوطه. وانما عندما دائما ننادي ان عوده المنظمه الدوليه الى العاصمه الاقتصاديه عدن ومن عدن مهيئ للعمل الانساني برنامج غدا العالمي انتقل الى عدن ويرسل عده اغاثات موجوده من خلال ميناء عدن الى جميع المحافظات الموجوده منهم المحافظات التي تحت سيطره الحوثي. كذلك عندما فتحت المنافذ الموجوده عندما اجتماع مجلس التعاون الخليجي واعلان الاستجابه الانسانيه العاجله عن طريق مركز اسناد
فتحت عدة منافذ من ضمنها مواني برية ومواني بحرية حتى ميناء جيزان، ولا مركزية العمل الإغاثي بحيث أن توصل العمل الإغاثي في عدة أماكن. لكن إصرار الأمم المتحدة لا ينتج على أنهم لا يملكون أي غرار موجود إلا عن طريق الحوثيين الموجودين لهم سيطرين عليهم. نقلهم إلى عدن ونقل بقيتهم إلى عدن سيسمح لهم أن يتحركوا بكل حرية وبكل سلاسة إلى جميع المناطق عن طريق سواء كان شركة اللجنة العليا للإغاثة أو شركة المنظمات الدولية لتسهيل أعمالهم لهذه المناطق. نعم، إذن ابقى معي سيد جمال. أذهب لوكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ. يعني سيد نبيل أنقل لك نفس التساؤل، يعني مدينة الحديدة باتت مسرح عمليات عسكرية، وبالمقابل إصرار من المجتمع الدولي على بقاء هذا الميناء الذي تستغله الميليشيا لتهريب السلاح وأيضا لاحتجاز عمليات الإغاثة والنفط الواصل إلى هذا الميناء. كيف نفسر هذا الأمر رغم أن هناك محافظات يمنية كالعاصمة المؤقتة عدن وميناءها والمكلا، يعني هناك موانئ كثيرة جاهزة لاستقبال الإغاثة ولا يتم التعامل معها بشكل أكبر. أخي، لدينا الآن 17 ممر بري وبحري وجوي لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية، بمعنى أن مبرر الذي تسوقه بعض الهيئات الدولية حول أن ميناء الحديدة يمثل الشريان الرئيسي لإدخال المساعدات بحجة قربه من المناطق التي تعاني بشكل أكبر، وبحجة أنها قادرة، هذه الهيئات الدولية قادرة على التنسيق مع الميليشيات الانقلابية وضمان إيصال المساعدات. كل هذه الحجج التي ساقتها في فترات طويلة ماضية كلها سقطت من خلال التوثيق اليومي الذي تقوم به الجهات الحكومية والجهات المدنية، التي أثبتت أن كثير من هذه المواد الإغاثية إما تباع بالسوق السوداء أو تحتجز أو يتم نهبها، وبالتالي الحجة نفسها لم تعد قائمة. الآن الإصرار على استمرار الميناء كما قلت أخي العزيز في ظل العمليات العسكرية الكبيرة التي أصبحت يعني على يعني قاب قوسين أو أدنى من ميناء الحديدة، هذا ما لا يعني إلا أنهم يريدون أن يعطوا نوع من التأمين لهذه الميليشيات، لأنهم يعلمون أن استمراريتهم وهذا العمل هو من أجل تخفيف الضغط الذي يعني في العمليات العسكرية. نعم. وتأجيل عمليات عسكرية بعينها من الوصول إلى الهدف الرئيسي. الجزئية الثانية هي ما أشاره الأخ جمال، وهي نقطة هامة جدا في العملية نفسها، وهي استمرارية أو إصرار عدد من المنظمات الدولية على البقاء في العاصمة صنعاء رغم المطالبة المستمرة من قبل الحكومة الشرعية، وهذا عرف دولي أن تكون الهيئات الدولية إلى جانب الحكومة الشرعية، هذا في كل الدنيا. لكن إصرارهم على البقاء في عدن هذا لا يعني إلا أنهم واقعين تحت ضغط هذه الميليشيات وأنها تبتزهم بأشياء معينة، وبالتالي تضغط من أجل بقائهم وتؤدي إلى تقارير مغلوطة تذهب إلى الأمم المتحدة وإلى الهيئات الدولية، وهي عارية تماما عن الصحة ولا تؤدي إلا إلى زيادة التفاقم العملية الإنسانية والوضع الإنساني. نعم، طبعا ربما طال الحديث حول أزمة ميناء الحديدة، يعني منذ سنتين والحديث يدور حول هذا الميناء، يعني ما الذي يمكن فعله للحيلولة دون ممارسة الميليشيا الوصاية والحصار على اليمنيين من خلال هذا الميناء؟ أنا في رأيي الشخصي أن الحل الأول هو استمرار العمليات العسكرية بغرض تحرير ميناء الحديدة، هذا هو الحل الأنجع في هذه الفترة، لأن غير ذلك ستكون حلول يعني قابلة للتسويف وقابلة للضغط وقابلة يعني تعطي نوع من الإمداد أو تسهيل عمليات الإمداد لهذه الميليشيات. أصبحت العملية الآن إما أن يكون هناك تحرك دولي لإنهاء هذه المشكلة أو يكون تحرير ميناء الحديدة هو الحل الناجع في هذه المرحلة. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل. أذهب بتساؤل لسيد جمال بلفقيه منسق ائتلاف الإغاثة في اليمن.
سيد جمال، يعني مع استمرار السيطرة لميليشيا الحوثي على ميناء الحديدة، ما هي التبعات المستقبلية لبقاء هذا الميناء خارج يعني سيطرة المؤسسات الشرعية؟ طبعا بقاء الميناء تحت سيطرة الانقلابيين يزيد معاناة للشعب اليمني ومعاناة الناس الموجودين في الحديدة. عندما نتحدث، نحن عدنا للوراء، ان اغلبيه الناس الذي اصابتهم المجاعه هي بالمناطق اللي هي قريبه من الحديده، الذي ما يبعد عنها 100 كيلو مثل التحيتة، مثل حيص، مثل المناطق هذه، الذي هم يعانون من المجاعه وعدم ايصال المساعدات اليهم. عندما نحن نتحدث عن الـ عن 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 الحوثي وسيطره العمل الاغاثي للاعمال العسكريه، سبب كثير من النزوح الى مناطق كثيره، الى يعني توصل النزوح الى 3 مليون شخص هارب من عمليه، غالبيه هارب من عمليه البطش وعمليه، عندما نتكلم على منع الغاز، الغاز الموجود للمستشفيات في فتره حصارها لتعز، هو دليل واضح انه هو الحوثي لا يهمه ما يهمه الا بقائه في الوجود، ومهما يهمه الشعب ما يعاني من الشعب. وجوده باستمرار هو يعني وسكوت المنظمات الدوليه وعدم الانتباه لهذا النقاط ستوصل كارثه كبيره لليمن بشكل كبير. نحن بالنسبه لنا في اللجنه العليا للاغاثه ومعالي الوزير دائما نحذر من هذه الاشياء ونحذر من عمليه الانتهاكات المستمره، يعني وجود المنافذ ووجود الاغاثات المستمره اللي تاتي. عندما نحن نتحدث حتى في عمليه المركزيه في الاغاثه، لما يجعلوا ان الحديده هي الاساس في عمليه ايصال الغازات فهو غير صحيح. يعني احنا مثلا وجود الغاثه من على مركز العمل الغاثي، عندما نربط طعز وايب والبيضه الاربع المحافظات من ميناء عدن، ماشي لا يوجد حتى 50 كيلو يوصل للمساعدات الى مطرق كثيره، لكن عندما اتكلم هنا تاتي من حتيته وصنع 250 كيلو متر، هذا لا يوجد ولا شيء من معقول ان احنا نوصل لهذه الغاثه الى هذه المناطق. دليل واضح ان الانتهاكات موجوده وعمليه البيع موجود وعمليه عدم وصول، كذلك في المستشفيات ادويه القليرة، المنظمات الموجوده هي ضروره حتميه في الفتره القادمه ان تنقل مكاتبها الى العاصمه الاقتصاديه عدن وتستخدم ال 17 منفذ وتستفيد من عمليه العمل الانساني سواء كان عن طريق الجو او عن طريق المواني الموجوده في المخاء، كذلك رفع جاهزيه المواني الذي اعتمد 70 مليون دولار سواء كان في ميناء المخاء او المكلا او عدن. هذا الدليل على ان في اهتمام من الحكومه اليمنيه وفي اهتمام موجود من اجل تسهيل العمل الانساني ان توصل من عده هذه المنازل الى عده المناطق في الجمهوريه. نعم. طيب يعني اذا ما تحدثنا عن المجتمع الدولي وحل هذه المشكله، يعني هل يتمكن المجتمع الدولي من حل هذه المشكله، خصوصا يعني وقد طرح مقترحات عديده سابقا جعلت من ميناء الحديده يعني مقدمه للدخول في تفاهمات الحل السياسي؟ لا طبعا، هي بالنسبه للمنظمات الدوليه هي يجب ان تكون هي تحت وجودها بجنب السلطه الشرعيه من اجل هي تاخذ الاوامر من السلطه الشرعيه وان تكون لها حريه القرار. عندما يكون هو بالنسبه طبعا هي عندما هم وجودهم في مدينه الحديده زي ما قال الاخ نبيل هي تعطيهم التمسك بالميناء وبشرعيتهم في اداره هذا الميناء. كذلك وجود الرافعات الذي عملوها دليل واضح انه دعم لوجستي للميليشيات، الا اذا تم تحرير الميناء فهو سيعود وجود الرافعات هذه فائده في رفع جاهزيه الميناء. نعم، إذن ابقى معي سيد جمال. أذهب بتساؤل أخير لوكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، يعني الرفض من قبل المنظمات الدولية الإنسانية مسألة نقل يعني الواردات أو الصادرات من الإغاثة إلى عدن، يعني ما هي الحجج التي تطرحها مقابل يعني عدم نقل الإغاثة إلى عدن؟ دعني اقول اولا انه ليست كل المنظمات هي الموقف، هناك منظمات اخرى، يعني هناك منظمات تتفاهم هذا الامر وقبلت بالتواجد عن طريق الموانئ الاخرى وعن طريق الممرات الاخرى، ولكن تظل بعض المنظمات لها هذا الموقف الذي له في اعتقادي تبعات سياسيه معينه نتيجه كما اشرنا سابقا لتواجدها في العاصمه صنعاء.
أو لتواجد بعض الموظفين العاملين بها ربما على ارتباطات ذات اتجاه سياسي معين. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن نقول أن الأمم المتحدة كانت في أكثر من مرة في ضغطة تضع أمام الحكومة الشرعية أن هذا نوع من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الشرعية للوصول إلى تفاهم عام أو اتفاق عام للسلام واتفاق لإعادة الحياة أو تطبيع الحياة العامة بشكل عام. لكن الحكومة قدمت هذه التسهيلات وقدمت أكثر من مرة يعني محاولات كبيرة جدا لإقناع المجتمع الدولي على أنها ليست هي الطرف الذي دائما يقف عائقا للسلام ولكن هو الميليشيات. وأعتقد أن الآن لم تعد لدى هذه الهيئات الدولية أي حجج تستطيع أن تقدمها من أجل استمرار الوضع. نعم وكيل. إما ننتظر من المبعوث الأممي أن يقوم يعني أن يقدم في إحاطته القادمة حلول جيدة لهذا الأمر. نعم وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أذهب بتساؤل أخير لمنسق ائتلاف الإغاثة في اليمن سيد جمال بالفقيه. سيد جمال، يعني ما هي الخيارات المتاحة أمام الشرعية والتحالف العربي من أجل إيصال المساعدات للمحتاجين طالما وهذا الميناء بات لا يعمل لغرض إنساني كما يصرحون؟ طبعا بالنسبه للخيار بقول طبعا كل انجز، فهي خطه عمل موجوده سواء كان عن طريق التحالف او اللجنه العليا للاغاثه، وهي الذي اعلنت هي لا مركزيه في العمل الاغاثي، 5 مراكز اغاثيه تضم مثلا عدن وتضم حوالي اقليم عدن يضم اليها ايب وتعزو البيضاء، حضرموت الاقليم حضرموت اللي 4 محافظات، بالنسبه للامارات عندها عن حوالي 4 محافظات المجاوره، بحيث انها توصل الاغاثات عن طريق هذه المراكز الخمسة بجميع المنافذ التي فتحت والمطارات التي فتحت حتى مطار جيزان الذي فتح أخيرا من أجل إيصال الإغاثات الموجودة. فقد كل الأمور جاهزة مع المنظمات الدولية أن تتعامل مع هذه المراكز وتتعامل مع وجودها وتكون تفتح بعض المراكز الموجودة فرعية في هذه المناطق مثلا في حضرموت وفي مأرب وفي المناطق هذه، ومن خلال المنظمات ومن خلال منظمات المجتمع المدني ومشاركة مع السلطات المحلية. أنا أعتقد أن هذا أمور كثيرة ستحل هذه المشاكل. ونحن كذلك في اللجنة الإغاثة عندنا برنامج متكامل الآن في عملية حالة الطوارئ في لإغاثة النازحين الذي يأتون من الساحل الغربي. فنحن نقوم بعمل هذا الآن موجود، ونحن نحاول إن احنا تقريبا وصلت الآن في العملية حوالي تقريبا 1000 أسرة نازعة في الساحل الغربي، وعملنا نداء للمنظمة الدولية أن تساعدنا نفتح بعض المراكز الاستقبال لهذا النازحين وتقديمهم كل المعونات وكل التسهيلات لعملية إنقاذهم، عملية لا يشعر أن يكون تحت القصف أو تحت المناطق التي ملتهبة. نعم منسق ائتلاف الإغاثة في اليمن سيد جمال بالفقي كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكتفي، وصلنا إلى اختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.